ومعه لحم قاع ينهضم باطية الدنيا. يا الحم حمير ولا الحم قنا. ايوه خرصني. لا معه. انا راجل مسلم تقول انت ذابح حمير ولا ذابح حمير. وما يقلب فيه وتو يلبسها. هذا اللي كلام القلب. شو دراك؟ انا مسلم تقلب لي تقول لي انا دراك يا اخي فريك يا ابوي عملت ريحيه وتريح انت قاع. سلمة ما صالح؟ لا يملي بس انا قاعد يزيد حتى. لا ما صار شوف لا لك لا تطريني دور انقفال عليك صح انقفال عليك عشان تصرخ الراجل في البيت تقول ما قفل حد وقال واكل الحم الحمير ولا واكل كل الراجل رجل لك قلت لك متى تشرب صيام سؤال لي تاكي عن عمل تماشي تدل عليك في كي قاعد ما يتواصل مو انت جاي نحن تقول نبيع الحمير اقل اتمنى لي انت جاي نحن تقول نبيع الحمير لا ما صار شنو لا ما يتواصل شو السلام عليكم. وعليكم السلام. شو حالك يا كريم؟ ما شاء الله. هذا باش. ايه بالفين. بالفين. يا وعد اللي لو قطعوا لي. طيب يدخلوا لي ان شاء الله. انتم عندكم بلدين قاعدين فيه؟ والله الحمد لله. الحمد لله. يا وقطتين اللي قطعوا لي ده. ماشي العمل. ما شاء الله. شو اسمك يا زين؟ زين الحمد لله. ايش صغيرة؟ ايش صغيرة؟ والله. منعاش. والله لا نعرف. اي حد حق بقى غير تابع هو المسؤول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا ترى الحم اللي تبيعه هو الحم الاغنام العادي اللي ناكله. ها؟ الحم حمير والله الحم انا شايف. ايه وقف تصوير وقف تصوير. فين احنا عندنا تصوير شوي الحين وفوق. تصورت ياك ما مكتوك الا الحم، الحم انا مرة اعطوني امس قاموا من عنده سوق 2000 منه. ايوه. ومعه الحم قاع ينهضم باطية الدنيا. يا؟ الحم حمير ولا الحم قنا. ايوه خلاص شوف احنا شوف. هذا ما يتواسى هذا ما ما هو حنة. يا حنة انت ما لك كلامك. حين نوفا برضه فين؟ تصور انا حتى انا لما ادري جاي من بعيد جاي من الشور ما ادري. شوف انت قلت انه الحم حمير. انا رايي الحم رايي. مسجود وراي مسجود ما الحم حمير حتى تكمل لي انا لانك انا في شفت الجلود ولا لا لا انا ما اخذ لي دي انت تقعد تعود للجلود اللحم قاعد لو كوا اللحم القلم متقطع قدامنا قال ما هو اللي تشول ايوه ليش ما هو انا راجل مسلم تقول انت ان لا ما حكيت والله لا خلوا على حد هو يقلب يلبسه هذا الحم هذا الحم ما هو الحم طبيعي الحم ما هو الحم طبيعي انا لا لقيت حق ما هو الحم الاغنام قال لي انا واكل ميان سوء مرضني وقلب جيب وشي ما هو ما هو وشي يا قر وشي حاني كريم توفر لا ضيع دراك حاني لا ضيع دراك حاني حاني شو حاني شو دراك شو دراك يقول لهم انا والحمله انت شو دراك كذا عدت لها ما عندك دليل لها انت قصرين عنده انت قصرين عنده هذا اللي كلام القلب شو دراك انا مسلم قلب لي تقول لي انا دراك يا اخي فريك يا ابوي عملت ريحيه وتريح انت قاع بأياد وطنية وجودة أوروبية أمريكية نايس كولا المشروب المحلي ذو المعايير العالمية فريق متمرس ذو خبرة عالية أحدث الأجهزة المتطورة في المجال مختبر بأرقى وأدق المعدات نكهات مختلفة لكل الأذواق نايس كولا نايس ليمون نايس أناناس نايس فيم توب نايس إنرجي نايس كولا ذوق ومذاق تبغي تجبر كورس عجلان مريح وسيارة تجيك بالعجلة أراعي لك شركة أندي تروكات رقمها بسيط جدا لا تصل على أندي تروكات ولا تصل على ديمي الفنتيا ديمي الفنتيا أنا مسلم ولا أنا تقول لي ذابح الحمير أنت مالك تتكايز تتكايز شو دراج أنا ميني متكايز شو دراج أنا ميني متكايز بلاني لين تكايز مو جب اعطيني دل الالم لا بدالك اعطيني دل الالم نتكلم معك اعطيني دل الالم لا بدك متكايس معك انا مسلم ولا انا تقلب علي وتجلب علي وتقلب علي تقول لي ذابح لحم ما انا اعرف وانا وارك ماني مسلم ما انا اعرف لك شيء ما انا اعرف لك وانا وارك ماني مسلم ما انا اعرف لك شيء ما انا اعرف لك بيد لو كان انسان يقبل يجلب الالم انا لا صحتك ان ذا الحم عينك توعك شو 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 تكلم عام شو انت شايف اعطيني كلمه اعطيني كلمه
شوف حاليا يقول لك شوف مجمر فودر يأمن يعطيني شو اسمع بالك اعطيني كلينك ساعه الله روينا مساحه سابقي بساعه دراج انا اعطيني شي سابقي بساعه دراج شي سلمه ده ما صالح لا يعملوا ايه بس انا قاعد ينزيد حتى ما انا قاعد ينزيد تمام يا ابو كلوا لا عاد تبقي تمرطه وكلوا اللحم ها واللحم قلم طبيعي شنو من عندك تعرف من حد يدخل هي ما اخوي الحين وفاق حدا انت لو كان مكان يا رجال كان عندي مال بالك لي قلت لك انت لو كان مال فيك اعظامها شو دراج انا قال لك طيب يا دراج طلع لا ما صار يا راجل قابض قال لي حتى شوف معك لا تطريني تطريني الدور انقفل عليك الصفحه انقفل تصور راجل تقول ما هو اسمه تفتح بالزر ما يجي ما يجي الشعر ما يجي الشعر ولا ضحك انا لا قلت لك هذا الحق قاعد تبقي تتنجى من حقه لا تم تبيع المسالم مولاه وحتى التذكره عم تقول انا لا القايد شوف خوي انا مرضه جامس بيا لحمه كذا اسمع خوي مرضه كذا الراجل يا راشد معلوم يا راشد معلوم انا ماني معلوم هو رجاز تقلب على وانت مالك معلوم بيع لحمه اشتريها انت مالك معلوم يا راشد مالك معلوم هذه المسلمين كامله تقول لي انا يا راجل شو بايع وشاري بيني انا وذا الراجل هذا ما هو كلام شو يا راجل اللي مالك معلوم تو لقيتها على راسه اسمع حاني اقول لك اليوم وجيب لي شو انت لا طرطقت انت ذاك انا ترتاكله لا انا ترتاكله شو انا ترتاكلها طرطق دراجي شو هذا الشق اللي ترقى لا تحلف لا تحلف انا فريق شو ضيعت من ولي لا ينحكم لا تحكم لا تحكم دراجي الله لا وفينا مع تعدد ووفرة منتجات الأفرشة في السوق تبقى مفروشات البيت السعيد علامة الجودة الأولى مختلف أفرشتنا من الطراز العالي وبذوق رفيع أسعار تنافسية مناسبة مع خدمات التوصيل الآمن البيت السعيد فراش منزلك بيد أمينة جايكم الحمان ولا تحملوا التعرض للكليماتيزر بشكل مباشر اليوم جبنا لكم الحل المناسب مدوات البرج يمتازوا بالجودة ونعومة اللمس هذا يجعلهم مناسبين لكل الفئات وخاصة كبار السن والمسافرين ها ما يتوسع كل بين المتابعين ما يتوسع حتى قاعد هون قاعد وراي اتهامي انا على اللي بيلعب انا ما صح انا صحتك انا صح دراج ما قبض على حد وقال واكل اللحم الحمير كل النهار شنو جلنا ناكل وتشرب يا قال لا معنا انكم يامس اللحم اللي جانا احنا مش شاطر جيف انت اللي جيت انت بيه حرام ولا يتواسع رجال شوف المد ونقول له تدخلوا قضيه هذا هذا خطير ما وصل انا هو اللي مرضت يامس واللي تاكي عن عملي تماشي هذا ما يتواصل هذا ما يتواصل أتي تاهل أتي تقول لي هذا ما يتواصل هاي لا هذا ما يتواصل بيعود لا الراجل قاعد لي دعني بالموت تتمنى قرحاني قرحاني تتمنى لي الموت بأخبارك مني أنت جاي نحن تقول نبيع الحمير لا أتمنى لي الموت جاي نحن تقول نبيع الحمير ما صالح لا ما يتواصل شو أنا لين يخسر فيها شو حاليا عند الله حاليا لا يعني لين يخسر فيها شيء أنا لين يخسر فيها شيء أبداً حنيني يخسر شيء أنا لين يخسر لا ورقة أنا لين يخسر شيء فيها لين يتهمك أنت لا يتهمني بدوجة رخيني عليك رخيني رخيني عن بسبين ما اللي قابلين السلام عليك حنيني بس يطحني حنيني حنيني تر ما عيني فيه شو أنا لا قلت لك شو شو ذا الراجل يتمنى لي الموت لا يتهموا طبعا لو وين ابراهيم ذا افضل شواي موجود انواع الكبش